يهود ولا غير يهود، ان شاء الله بنصلي بالقدس كلياتنا. خليك بالعراق، خليك بالعراق واستند على ظهرنا. لا خلي السر بس اقول لك هالحكي يا رب. الله يخليك واستندوا على ظهرنا، احنا بخدمتكم. الله يخليك احنا بخدمتكم. والله احلى من هالشعب الطيب ما في، احلى من الشعب العراقي الطيب ما في، ما مر على راسي انا مثل الشعب الطيب. كثير كثير طيب، واستقبلوا اللبنانيه على حدود وفتحوا لهم لحدودهم وفتحوا لهم بيوتهم وفتحوا لهم كثير شغلات يعني العالمين. كثير شعب. لا صار الشيء اربع ايام خمس ايام. انا بتشكر دولة العراق استقبلوا اللبنانيه بكل احترام. كثير كثير يعني الشعب طيب، اخ لدولة لبنان العراق. الله يقوي الشعب اللبناني يعني ويكون معه يا رب العالمين، والله يرحم الشهداء يا رب. الله يرحم شهداء. ولبنان حرام يكون، حرام يصير فيها هيك. هن العرب كلياتهم لو ايد واحدة وكلياتكم متكاتفين مع بعض كنا دمرنا اليهود. ما كان اليهود قصف علينا ودمر فلسطين. قلت له شنو؟ لو كلياتنا ايد واحدة العرب. لو ايد واحدة. ايد واحدة. ايد واحدة كلياتنا. بس العراق بالمقدمة دائما. ما شاء الله، الله يطول بعمركم يا رب. بس العراق. بس وشلكم على راسنا. سلم راسك، طول عمرك، الله يخليك. بيوتنا مفتوحه لكم. تسلم، الله يوفقك يا رب. الله يرحم شهداءكم. تعيش يا رب. احكي لي خوفك تاذى من اهلك اقاربك؟ الحمد لله في شو يعني، العالم كلها تاذت بلبنان يعني، ما وقف على واحد واثنين يعني. العالم دمروا بيوتها، راحوا ارزاقهم، راحوا اولادهم، يعني شيء ما طبيعي يعني. واحد شو بدي يحكي، انا لله وانا اليه راجعون. الحمد لله. بس الشعب اللبناني باذن رب العالمين حيكون صامد وحترجع لبنان مثل ما كانت. امين يا رب. وباذن رب العالمين واحد احد. الشعب اللبناني قوي وصبور باذن رب العالمين، والله يكون معهم للشعب اللبناني يا رب. انا صار لي تقريبا شيء سبع ايام ثمان ايام انا وعائلتي واولادي. فنحن طلعنا من لبنان مشان الاطفال ومشان النساء. انا قاعد هون بالسفير. فندق السفير؟ بالضبط. زين، بدي سلامة قلبك، بدي ما بدي الا رضاكم بس. شلون؟ بدي سلامتك وما بدي الا رضاكم. لا 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 ميرسي حبيب القلب، ميرسي كلك زو. اكيد اكيد الحمد لله، الله يخليك. عراقيين حتى الفقير اللي ما عنده يقف. كفو كفو والله، كفو والله، شعب طيب وشعب محترم بخدمتكم. الله يخليك. لا نحن بخدمتكم كمان. امانة الله. انا كنت بعلمتك محتاج شيء. بدي سلامتك والله حبيب القلب. الله يحفظك. الله يخليك. الله يحفظك. السلام عليكم. الله يحفظ العائلة إن شاء الله. الله يخليك يا رب. ترجع لبنان إن شاء الله بإذن الله. سالمة إذا كانت لبنان وسوريا وفلسطين. إن شاء الله. إن شاء الله. ربي يحفظ الدول العربية. هن العرب بيكونوا بس شوي لو مرة واحدة بالحياة إنه يكونوا إيد واحدة بس مع بعض ويتكاتفوا مع بعضهم. وشوف لا يهود ولا غير يهود، إن شاء الله بنصلي بالقدس كلياتنا. خليك بالعراق. خليك بالعراق. واستند على ظهرنا. لا خلي السر مطول عمرك يا رب. الله يخليك. واستندوا على ظهرنا، احنا بخدمتكم. الله يخليك. احنا بخدمتكم. والله احلى من هالشعب الطيب ما في، احلى من الشعب العراقي الطيب ما في، ما مر على راسي انا مثل هالشعب الطيب. كثير كثير طيب، واستقبلوا اللبنانيه على حدود وفتحوا لهم لحدودهم وفتحوا لهم بيوتهم وفتحوا لهم كثير شغلات يعني. كثير شعب العراقي طيب، كثير كثير. حياك الله حبيب القلب. هلا بالحبيب. نحن متشكرين. تعال يا ابو حاج، خلينا نشوف. تعال حجي تعال. تفضل حجي. هلا.